السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن نادي ريال مدريد بات مهددا بدفع ثمن غالي لأزمة فيروس كورونا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوردت الصحيفة أن الفريق الملكي تأثر بتوقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، كما أن اللعب بدون جمهور سيؤدي لمزيد من تراجع الإيرادات، وهو يعني أن الفريق يعيش أزمة مالية. وأوضحت الصحيفة أن الريال بات مهددا بالانتقال إلى الموسم المقبل دون إبرام أي تعاقدات في الميركاتو الصيفي القادم، مشيرة إلى أن الإدارة تبحث عن حل للأزمة وتدرس مدى إمكانية التقليل من الخسائر من خلال خفض رواتب اللاعبين والمديرين الفنيين. وأكدت ماركا أن إدارة ريال مدريد كانت تراقب عدة لاعبين أبرزهم النرويجي إيرلين هالاند والفرنسي إدواردو كامافينغا، لكن الثنائي قد يستمر مع فريقهما بروسيا دورتموند ورين لموسم إضافي. وسيحاول الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة التركيز على بيع اللاعبين، خصوصا أن لائحته ستضم حوالي 40 لاعبا بعد عودة المعارين. واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الغريم برشلونة وعلى عكس ريال مدريد يخطط لإبرام ثلاث صفقات كبيرة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، والبوسني ميرالين بيانيتش من يوفنتوس، والأرجنتيني لوتارو مارتينيز من انتر ميلان. شكرا لحسن المتابعة. المرجو دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك للفيديو.